مساء الخير صبايا، اليوم بدي أرد أشرح مفصل طريقة المخلل، كبيس المخلل، لأنه من هلأ رح أقلكم كل عام وأنتم بخير. رمضان على الأبواب، والمخللات هي بصراحة تعتبر مقبلات بتفتح الشهية، بس انتبهوا الاعتدال بالأكل لأنه هي بتعطش. طيب أنا بدي أكبس مخلل، تمام؟ كل المخلل بهالطريقة، بس بيختلف انه اللفت ما بينحط له ثوم، والخل بيكون كتير قليل، معلقة وحدة للمطربان كلياته. ايش الخل بيساوي؟ بشد المخلل، معقم، وبيمنع انه يبني طبقة بيضاء على المخلل، تمام؟ انا بدي احاول اشرح وجود كل مكون بالطبخة أو بالوصفة اللي بدأ أعرضها بإذن الله، مشان تاخدي خلفية وسبب وجود هالمكون بالوصفة، تمام؟ المخلل، شوفي، في صبايا كتير عم بيقولوا لي مدام دلال طيب المطربان شو أبدأ أحط له مي؟ بكل سهولة، ما حدا يخليكي تفوتي بالحيط. فرضنا هذا المطربان، هذا هو، عبيه مي لملاته وحطيه بالطنجرة هون، واغلي المي. كبداية بدنا نغلي مي، بدنا مي معقمة، مي مغلية، بس بردت على الخالص بدنا نجيب المكونات. شو هي المكونات؟ شوفي شو هي المكونات. عبارة عن خل، هذا هو الخل، خل أبيض. بدي أحط فنجان لكل مطربان، هذا هو الفنجان، رح أفرجيك إياه. هذا هو الفنجان، أنا لمطربانين فنجانين، هذا الفنجان خلي يزيد معي مي أحسن ما أنطقس. 1 2 للمخلل اللفت معلقة واحدة، تمام؟ طيب هذا الملح الخشن، هذا ضروري ينباع بالكيلو، غير حاوي على اليود، غير حاوي على اليود. طيب في صبايا عم بيقولوا لي انه الملح المخلل عم بيطلع مالح، اجباري رح يطلع معك مالح، لانه ما عم تستعملي حواسك في التذوق. المفروض تستعملي الحواس وتنتقي نسبة الملوحة اللي انت بترغبيها. بده يكون المخلل ظاهر ملحه، ظاهر مثل الملح بالطبخة الظاهر. شوفي انا ايش بسوي، باخذ اول معلقة وبحرك لأدوق، بس شفت الملح ناسبني، ما بده يكون ملحه وسط ابدا ولا خفيف، بده يكون فوق الوسط، وبتزوق. هذا أنا هدول كبار، تمام؟ طيب في شيء ضروري كتير اللي هو السكر، هاي معلقة لكل مطربان، واحدة تنتين، انتهينا من السكر. طيب في مكون أساسي كتير، كزبرة أو نعناع. الكزبرة بيعطيكي لون رائع فاقع للمخلل. راح أحط معلقة جبل، يكفي، تمام؟ خلصنا. طيب الصبايا عم بيقولوا المخلل من الداخل عم بيضى، تسألتي ليش؟ في ملاحظة أنا حطيتها بكبيس المخلل، قلنا المخلل بنغسله غسل عادي بماء بارد، ويكون قاسي المخلل، ويكون الخيار عفوا طازج، والخيار يكون قاسي، بتتلمسي وبتضغطي بهالشكل وقت تشتري من السوبر ماركت. ومع ذلك في طريقة أنا نبهت عليها أنه تستعملوها. طيب وينها؟ دبوا
دبوس الأرجيلة أو هاي الكوردونة اللي منضيف مشان المربيات وهيك شي، منسقب الخيار بهالشكل، هيك ما بيفضى المخلل. كل خيارة سقبية شي 4-5 ثقوب بالمسقب، بأي مسقب موجود عندك يكون رفيع. تمام؟ شوفي ايش قد سهل المخلل. انا طبقت الفليفله، الفليفله بقصها بهالشكل بالسكينه، طبقتهم، وانا هلا بطبق الخيارات بهالشكل. الثوم حتى ما في داعي تقشريه، انت بس عملي له هيك بهالطريقه، بقشره بحاله بهالطريقه وبحطه على الوش. انا رح اعملهم هيك. تمام. طيب ها، وراح احط انا بهالشكل. خليني اسكب بالركبه. انا حركته، بدي اتذوقه. لا بده ملح. خللنا بيحتاج ل 12 يوم. حطيه بمكان معتم تحت تحت المجلب، خزينه يعني. المهم بعد 12 يوم حطيه في البراد بس لليله وحده، وبعدين افتحيه. رائع. مخلل اللفت بيحتاج ل 15 يوم. ما تكتري للمخلل شوندر لانه رح يصير لونه قرمزي، بكفي حز واحد بعد 10 ايام رح يعطيكي لون بياخد العقل. طيب انا بهالطريقة رح انصحك نصيحة، اتركيه مكشوف لتاني يوم. بدك تلاقي المخلل دبل تاني يوم، ايش في عندك زيادة مخلل من الخيار او الفليفلة طبعا على جنب، بتكملي فيه لانه بلين الخيار بنكبسه اكثر، بنضغط المخلل اكثر. هذا هو المخلل. شوفي ايش قد بسيط جدا. هذا هو المخلل. طيب عنا الفليفلة، اذا بدك تحتفظي فيها بالبراد ايش بتساوي لفترة 20 يوم؟ تمام. بتجيبي الفليفلة، بتشيلي هالقمع، هذا القمع، وبتمسحيه مسح. اوعك تغسليه ابدا، ما بنغسل الفليفله ابدا. اي شيء بدنا نرفعه بالبراد ما بنغسله، بنمسحه مسح، بنمسحه مسح بهالطريقه، وبنحطه هون، وبنحط منديل محارم، وبنحط غطاء محكم، وبنحطه بالبراد. صدقيني بعد 20 يوم 25 يوم رح تلاقي الفليفلة بهالطريقة طازجة. هلأ أنا هاي رح أكبسها مخلل. تمام؟ هيك بنحفظ الفليفلة. سألوني عن البصل. البصل بتشيليه. هلا رح افرجيك اياه. صار له انا عندي 20 يوم بهالطريقه. انا نظفته، شلته بالسكين الوسخ، مسحت كل وحده من البصلات، غلفتها بنايلون تغليف تبع الاغذيه وحطيتها. صدقا صدقا صار له 15 يوم قبل ما اسافر على الرياض باسبوع. اهلا وسهلا فيكي صغير.